الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. نبارك لكم هذه الليلة العظيمة التي يرتقبها العلماء والعرفاء والصلحاء والأولياء ليجددوا العهد والميثاق مع بقية الله الأعظم. أبتدئ حديثي من الدعاء المعروف: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. الحديث بعنوان القيادة المهدوية. ليس القائد من ورث القيادة من أبيه أو ورثها من أجداده. القيادة الإلهية تبعا للمواقف التي تتبناها الشخصية. الشخص القائد هو ذلك الشخص الذي يقوم في المجتمع بمواقف تجعله قائدا حقيقيا. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى كل شيء من نفسه. أمير المؤمنين أرسى مبادئ العدالة على وجه الأرض. فاطمة الزهراء دافعت عن الحق والمظلومية. الإمام الحسن كان نبراسا لمبادئ السلم والسلام في الأرض. الإمام الحسين دافع عن المظلومية بسبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. مفهوم القيادة من المفاهيم صارت عليها دراسات كثيرة. مفهوم القيادة اليوم ربما بعض الجامعات الخاصة تعنى بصناعة القادة، وهؤلاء يصنعون قادة مزيفين. ومن الحرب النائمة اليوم على أصعدة مختلفة، يعني يظهر مثلا قائد على صعيد مثلا الجانب الديني، شوفوا لا يمتلك أوليات، لا يمتلك أسس، لا يمتلك مبادئ، وإذا به يصنعون منه قائدا لأجل أن يمررون مخططاتهم من خلاله. اليوم شوف يصنعون قادة اقتصاديين حتى يمررون من خلال برنامجهم الاقتصادي، يصنعون قادة على مستوى الشذوذ، هذا حتى يسوق الرذيلة ويسوق الجريمة. هذا صناعة القادة. احنا اليوم عندما نحتفي ونحتفل بالنصف من شعبان بمولد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، نريد أن نستنشق عطر القيادة الحقيقية الربانية التي من شأنها أن تحدث تغير واسع في المجتمعات البشرية. ما هي صفات القائد المهدوي؟ اليوم أريد شبابنا وشاباتنا يلتفتون. وهذا الدعاء اللي إن شاء الله احنا مقبلين على شهر رمضان: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهل. أول صفة القائد هو العزة، وثاني صفة للقائد تذل بها النفاق وأهله، ثالث صفة للقائد وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، ترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. فابتدأ بدولة الكرامة: اللهم إنا نرغب إليك بدولة كريمة، واختتمها: كرامة الدنيا والآخرة. نجي الآن إلى الصفة الأولى، شلون شبابنا يصيرون قادة في المجتمع ولا سيما إحنا في الغرب.
لقد فشل الغرب باستقطاب أبنائنا فشلا ذريعا، وهذا شيء يحمد الله عليه، وهذا الحضور دليل على ذلك. أول شيء اللي يريد يصير قائد ضمن القادة المهدويين في دولة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يكون عزيزا. لذلك تشوف في الحديث عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يتكلم عن القادة المهدويين، يقول الإمام: رجال كأن قلوبهم زبر الحديد. شايف الحديد؟ قلب من حديد، قلب حديدي، هذا القلب العزيز، هذا القلب اللي يمتلك العزة. قلوبهم كزبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله، أشد من الحجر لو حملوا على الجبال لأزالوها من مكانها. هذه العزة، إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله. اليوم شبابنا وشاباتنا لازم يتسلحون بالجواب. لما يسأل لماذا الإمام غائب، أبنائنا اليوم يقدرون يجاوبون بكل قوة، بكل عزة، بكل صلابة. يقول الإمام سلام الله عليه: يعيش بين عدم رؤية الإمام لا تدل على عدم وجوده. الله تبارك وتعالى يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أنت ما تؤمن بالقرآن؟ القرآن يجعل سد للأولياء. آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وشوف تأملوا إخواني أخواتي في هاتين الآيتين، اثنين الآيات بهن وجعلنا. وجعلنا يعني شنو؟ يعني قدرة إلهية، يعني مشيئة إلهية. إمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن لم يكن له ظهور فله شنو؟ حضور. إن لم يكن للحجة لشرف ذكره الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن لم يكن له ظهور فله حضور. حاضر معنا. أمس في خطبة الجمعة ذكرت أن من ثمرات الاستعداد أن الإنسان يطهر نفسه حتى يصبح مستعدا لرؤية الإمام، للقاء الإمام. والإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إيه الذنوب حجبتكم. إذا نشوف فكرة الإمام تخلي الإنسان المؤمن يسعى حتى يكون بالمنزلة الرائعة، بالمستوى الرائع الذي يمكن من أن يلتقي بالإمام سلام الله عليه. وتذل بها النفاق وأهله، هاي الصفة الثانية. لا تخضع للباطل، لا تخلي الباطل ينال من عندك، لا تخلي الباطل يسيطر عليك. الإذلال لأعداء الله من خلال القادة المهدويين. ليش هالقد يتحسسون من ذكر الإمام الحجة؟ ليش؟ لأنه مصدر لإذلالهم. نعم، الإمام المهدي سلام الله عليه يذل أصحاب الدنيا، ذول اللي اليوم على مود كراسيهم ومناصبهم، خلوا الظلم يستشري. ولا ترجف لهم عين في انتهاك حقوق الإنسان، انتهاك حقوق البشرية، قتل الأطفال، قتل النساء، هدم البيوت. هؤلاء يذلهم الإمام الحجة. اللي يتشدق بالدنيا يكون ذليل في دولة الإمام المهدي، ويكون ذليل أمام القادة المهدويين. لما أصبح أمير المؤمنين سلام الله عليه خليفة، إيه عبد الله بن عباس كأنه يؤنئه، ضر إليه أمير المؤمنين، عشس عن عليه ورماها أمامه، قال: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعليه يا أمير المؤمنين؟ هاي ما تسوى شيء. قال: والله لإمرتكم أزهد عندي من هذه، ما لم أقيم حق أو أدحض باطل. إذن اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. السمة الأولى لقادة هذه الدولة شنو؟ تعز بها الإسلام وأهله. السمة الثانية: وتذل بها النفاق وأهله.
السمة الثالثة وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك. دعوة إلى الله تحتاج إلى الشجاعة. اللي يريد يدعو إلى الله، القائد المهدوي الذي يدعو إلى الله لابد أن يتمتع بالشجاعة. شنو الفرق بين الشجاعة والتهور؟ التهور هو بدون أن يفكر يقدم، الشجاع لا، يقدم بعد أن شنو؟ يفكر، بعد أن يتأمل بعد. والقادة إلى سبيل، القيادة تحتاج إلى توازن بين الروح وبين العقل وبين الجسد وبين العاطفة. بعض الشرائح في المجتمع مستغرق في العمل، يطلع من الصباح ويرجع في المساء، فقط يعمل لنفسه، ما عنده أي طموح في الحياة الدنيا. هذا في الواقع خطر. القادة الربانيون يعملون، صح، اعمل التوازن إلى جانب العمل. لابد أن تعطي ماذا؟ تعطي متطلب روحك. لابد أن تقبل على الإيمان، لازم تقبل على أبنائك التربية. القادة المهدويون يتمتعون بتوازن بين العقل والعاطفة والجسد والروح. بعد الكرامة، وترزقنا شنو؟ كرامة الدنيا والآخرة. شنو يعني الكرامة؟ الكرامة معنى الطموح، أن يكون المؤمن طموحا يطمح إلى الأعلى، مو يبقى على ما هو عليه، عد عمله، يطلع الصبح شفة ويرجع بالليل تعبان، أصلاً ناسي روحه، ناسي دينه، ناسي وضع. أبداً، القائد المهدوي لديه طموح. هذا الطموح، شوف أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وهب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. خليني إمام المتقين. القائد هو الذي يكون إمام للمتقين. ما هو الفرق بين القائد وبين المدير حتى نشوف القيادة في الدولة المهدوية، دولة الإمام المهدي؟ المدير يكتسب قيمة من منصبه، المدير يجلس على الكرسي ويعطي الأوامر فقط. مدير ما يسوي قائد أبدا، اللي عنده فكرة الإدارة فقط. أما القادة في دولة الإمام المهدي لا، يصنعون قادة، ما يأخذون أتباع. القائد ما يكتسب قيمته من المنصب ولا من المال، القائد يكتسب قيمته من إنجازه. ما يقتصر على إصدار الأوامر والنواهي، الذي ينزل إلى الأمة والشعب والناس ويمارس ويزاول معهم المتطلبات، هذا هو القائد. القائد يكون قائد ميداني. بعد المدير يركز على الإنجازات السريعة. القائد يتطلع إلى المستقبل البعيد، ما يفكر أنه اليوم قالوا أنه والله الحمد لله إنجازي كذا وكذا وكذا، لا. القائد يحرك الهمم، يحرك الآخرين نحو الخير. القائد هو الذي يحفز الآخرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهج إمام زماننا، ومن المستضيئين بنوره. أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، وأوسع منهجه واسلك بي محجته، وأنفذ أمره واجدد أزره، واعمر اللهم به بلادك وعبادك برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأخواتي، احفظهم فردا فردا، إلى أرواح الماضين من هذا الجمع الشريف ومن مات على الإيمان، نهدي جميعا ثواب المباركة الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.